عشان برضو احنا للاسف الوقت جري جدا مع حضرتك، بس عايزين يعني في عجاله كده نعرف منك بحكم تخصصك وبحكم خبراتك السابقه وبحكم حتى تواجدك في مصر الفتره دي، انت شايف ان احنا مبدئيا ماشيين على الطريق الصح اللي وصلنا في نهايه المطاف ان ملاعبنا ما تقلش عن ملاعب انجلترا مثلا؟ هو احنا متاخرين شويه في فجوه، لكن في خطوات، بس خطوات بطيئه يعني، خطوات احنا محتاجين ان احنا نمشي اسرع من كده شويه، لان انت كل ما بتتقدم ببطء كل ما الفجوه بتزيد. اكيد اكيد، فده يعني ده رايي الشخصي يعني. احنا نتمنى ما يبقاش في فجوات اصلا، ويبقى ملاعبنا ما تقلش عن ملاعب اوروبا والعالم كله في جودتها، يعني شاكرين لحضرتك وجودك معانا النهارده، نورت الدنيا. بس قبل ما نختم انا هروح من لنقطه كريم دي، لان فعلا نقطه مهمه فكره الملاعب، لان للاسف ممكن الملاعب لو هي حالتها وحشه تؤثر على يعني اصابات وتؤدي قد تنهي حياه لاعب يعني. وللاسف احنا ممكن يكون الملاعب عندنا يعني ممكن تكون مش جيده الى حد ما في بعض الاحيان، لدرجه ان هي ممكن تودي كوره في حته ثانيه يعني. هو لان في مشاكل لو في حضرتك هنتكلم، لا في مشاكل، لا كارديات يعني. كارديات لا احنا عندنا مشاكل، لكن هو في ملعب واحد بس اللي موجود في مصر القاهره اللي معمول بنفس التكنولوجي اللي هي الجراس ماستر كويس، ده بيبقى زي هجين. ومعظم انديه البريمير ليج كده على فكره، وفي انديه بتزود البلاستيك في الارضيه علشان طريقه لعبها، زي نادي بيرنلي مثلا عنده 30% في الارضيه بتاعته بلاستيك، لان هو طريقه لعبهم ان هم بيلعبوا كور طويله. لكن مانشستر يونايتد عنده 2% بس، لان هو طريقه لعبهم على الارض يعني. نقدر نفهم باشمهندس السيد برضو، علشان قبل ما نختم الصوره تبقى اوصل للناس، احنا كده بنتكلم ان حركتنا بطيئه في فكره التطوير، ولكن احنا هل ماشيين على الطريق السليم؟ يعني حضرتك تواصلت مع مثلا مسؤولين، والمسؤولين بيتكلموا ان احنا عايزين نستعين بالخبرات المصريه مثلا في الخارج اللي منهم حضرتك، برضو عشان الصوره تبقى واضحه. انا تواصلت في 2019، لكن بعد كده ما كانش في تواصل يعني. بعد الميتنج الكبير دوت انا كده اديت اللي عليا، لكن للاسف ما فيش تواصل تاني. وانا يعني انا في خدمه البلد. طب بما انك هنا وحضرتك عايش في انجلترا اصلا، انا عايش في لندن. طب بما ان حضرتك هنا تبقى فرصه برضو جيده جدا يعني. انا اتمنى، وانا تحت امر البلد يعني.